انصح الفرق اللي قاعده تتنافس على المركز الثاني انه اعطوا الشباب فرصه خلهم يلعبوا هالمباريات، طالما انه مثلا الاتحاد حاسم انه بيلعب بطوله السوبر اذا ما حقق الاهلي الكاس. نعم. يا اخي اعطي الشباب، والله نتكلم جد، يعني انا من الناس اللي شوف الشباب، نادي الشباب بالرغم من مستوياته والكلام اللي قاعد اشوف، انا اشوف انه العمل اللي يسوي في نادي الشباب فنيا من اميز الاعمال اللي تمت السنوات الماضيه. فريق فعلا هدفه واضح، بناء اكثر من 6 لاعبين مميزين الان في الشباب، راح تشوفهم السنه الجايه متى ما اختير رباعي اجنبي مميز. بس يا دكتور الشباب في المركز السابع، كم بينه وبين الخامس؟ وين بينها نقطتين، بينه وبين الخامس. الشباب السابع، يعني انا شخصيا ما اذكر زمان، متى نذكر الشباب وصل هالمرحلة؟ لا لا لحظة السنوات الأخيرة؟ لحظة بندر، لحظة يا الأو الثاني الثالث الأو، لا 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 أنا أقول لك شغلة، السنوات الأخيرة يعني بينه وبين الهبوط، العام الماضي كان السادس، بينه وبين الهبوط 5 نقاط يا دكتور. العام الماضي كان في السادس. أوكي، العام الماضي كان في السادس، العام اللي قبله يعني آخر سنتين ترى كان بين السادس والسابع، يعني لا تتوقع انه راح بعيد، هذا واحد. الشيء الثاني كانوا في اجانب وكان الوضع استقراري كويس، الان لا، ما عندك اجانب، انت قاعد تلعب بفريق اغلبهم شباب، صح عندك البنيطو وبالعمري. انا قاعد اشوف، ترى انا بس جبت الشباب كمثل، انا اتمنى انه الفرق اللي قاعد اخر جولتين صراحه وانا فريق ضامن كل شيء، ما عاد في شيء حافز عندي. الثاني والثالث بالنسبه لي سيان، فيا اخي اعطي الشباب، يعني مثلا النصر امس يا اخي ايالي ليش يلعب مع انه اللي حسم مباراه؟ يا اخي خل الشباب يلعبون، طالما انه ما تعنيني اني اخذ الثاني ولا الثالث. يعني الثاني والثالث سوى بالنسبه لي، فريق كبير زي النصر اذا ما حققت البطوله ما سيام بالنسبه لي. طيب خلينا نرجع للشباب، معليش ايه، من اللي يتحمل الاخفاقات اللي حصلت لهذا الموسم؟ انا بالنسبه لي طبعا جانب اداري كبير، لان الجانب الاداري حرمهم من تسجيل لعيبه اللي هو الماده، وحرمهم منهم يسجلون لعيبه في فتره شتويه. فانا كفنيا او كمدير فني من بدايه الموسم يعني اتفقت مع مسير النادي على 1 2 3، السنه الاولى تكون سنه خلينا نقول لك بناء، مع رباعي اجنبي قبل فيهم، قبل بالرباعي الاجنبي، ولكن يطلع منك افضل لاعب اجنبي في الشباب في نصف الموسم ويحصل له اللي حصل له، القصه اللي صارت والشغلات هذه. سامي جابر اضاف فنيا للشباب؟ نعم اضاف لهم فنيا؟ نعم. انا لما شوف لما تعطيني خطه عمل من بدايه الموسم وانا قاعد اشوفها قدامي، انا اشوف انه اضاف له فنيا. لا تقول لي ان الشباب ما حقق بطوله ولا كذا، الرجل من بدايه الموسم قال انا السنه هذه ببني. انت لما تشوف، على فكره ترى البارح غايب من الشباب اميز لاعب شبابي السنه هذه. لا ما نتكلم عن امس، انا اتكلم عن موسم كامل. لا بوضح لك شغله، بوضح لك شغله، بعطيك اسماء. ال شو اسمه الصليهم، الصليهم كان موقف امس وهو اللي حسم او خلينا نقول سجل حتى هدفهم قدام الهلال. اللاعب هذا مين اللي اعطاه التوهج هذا؟ بكل امانه يعني مع سامي طلع بفرق، برز بشكل كبير جدا. عبد الجعفر والحسن القيد، اللعيبه صراحه شباب، يعني انا قاعد اشوف حتى المدافع عبد الله الفهد، بكل امانه يعني فريق تحس انه فيه شباب، بس يبغى لهم تطعيم برباعي اجنبي مميز. ناهيك عن الحراس اللي صاروا وانسحبوا فجاه، يعني اي مدرب مكان سامي اقسم بالله انت تلقاه الان ينافس بين 12 13. نادي الشباب موت صغير، نادي الشباب ولا تحيز سامي الجابر، لا والله انا من الناس اللي قاعد اقرا المشهد بنظره فنيه بحته، ما عندي والله لا مجامله لا يمين ولا يسار، بس اللي انا قاعد اقراه وقاعد اشوفه انه الكلام والهجوم اللي غير مبرر اللي قاعد يصير ما هو في مصلحه الشباب. انا اقول نادي الشباب انتم الان وضعكم ترى ما هو مأساوي، احنا مثل ما سمعنا اليومين هذه بدات الامور الماليه تنحل وتنفرج. بس يا دكتور كيف ما هو